بسم الله، نبدأ بالمحاضرة الرابعة وهي بعنوان غاز كروماتوغرافي. كروماتوغرافي الغاز، طبعا من اسم كروماتوغرافي الغاز ان كروماتوغرافي الغاز هي احدى تقنيات الكروماتوغرافيا اللي يمكن ان تستخدم لعملية فصل volatile organic compounds، المركبات العضوية المتطايرة. يعني لازم تكون المركبات في حالة تطاير، يعني في حالة غازية او في حالة vapor or gaseous. طبعا هذه التقنية هتكون مناسبة لتحليل الكروماتوغرافي الغاز. في المركب يجب ان يكون الشرط الاساسي للمركبات اللي تفصل في كروماتوغرافي الغاز انها تكون sufficient volatility and thermal stability، ان يكون عند درجة تطاير كافية وان تكون ثابتة حراريا. ثابتة حراريا يعني عند درجة الحرارة تحولها من صورة، لو كان عند العين على شكل solution، على شكل محلول، نبي نحولها في صورة غازية أو في صورة بخارية. بفعل درجات الحرارة العالية تتراوح ما بين 400 إلى 450 أو أقل على حسب كل مركب كل درجة حرارة يستحقها عشان يتحول من صورة سوليوشن إلى صورة بخارية. الشرط الأساسي عشان يتحول من صورة أو من طور سائل إلى طور بخاري إنه يكون ثابت حراريا، يعني ما يصيرش له عملية نو ديكومبوزيت، يعني ما يصيرش له عملية تفكك عند هذه درجة الحرارة. طبعا في كروماتوغرافي الغاز تستخدم بشكل اساسي، يعني هي تعتبر احدى تقنيات التحليل الخاصه اللي تستخدم بشكل واسع عند برود سبيكترام، يعني عندها مجال واسع جدا في مجالات الصناعه وفي تطبيقات من ضمن تطبيقات اخرى، من ضمنها في الابحاث، في التحكم في الجوده كواليتي كنترول، وفي اختبارات البيئه. كروماتوغرافي الغاز عندي نوعين من كروماتوغرافيا الغاز، طبعا يختلف النوع على حسب نوع الاستيشنري فيس، على حسب نوع الطور الثابت اللي حيكون مستخدم.